السلام عليكم، معكم الممرض عامر عياصري. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نتحدث عن أحد الأمراض العصبية اللي هو مرض التصلب اللويحي المتعدد، بإنجليزي Multiple Sclerosis. المرض بصيب الخلايا العصبية الموجودة بالدماغ والحبل الشوكي، والمرض بحصول نتيجة لتلف الغشاء العازل المحيط بالخلايا العصبية اللي هي مادة الميلين. مادة الميلين تعمل على حماية الخلايا العصبية وبتزيد من سرعة وكفاءة نقل الإشارات العصبية بين الخلايا العصبية. فمادة الميلين أشبه بالمادة البلاستيكية اللي بتغلف سلاك الكهرباء، فنتيجة لتلف مادة الميلين تصبح نقل الإشارات العصبية بطيء جدا أو منعدم، أيضا بيؤدي بالنهاية لتلف بالخلايا العصبية، وهذا الإشي راح يتسبب بأنه الدماغ والحبل الشوكي بيصبح غير قادر على الاتصال بقية أعضاء الجسم. وبالنسبة للأسباب اللي بتؤدي لتلف مادة الميلين، يعتقد أنه جهاز المناعة عن طريق الخطأ بيقوم بمهاجمة مادة الميلين. والمرض عادة بصيب الأعمار من 20 ل 50 سنة، والمرض بتسبب عدة أعراض حسب المنطقة المتضررة بالدماغ أو الحبل الشوكي. 20% من المرضى بحصل عندهم مشاكل بالرؤية نتيجة لتأثر العصب البصري، مثل ضبابية الرؤية أو ازدواجية الرؤية أو انعدام الرؤية أو ضعف الرؤية. أيضا بحصل تشوهات بالألوان، المريض برى معظم الأشياء باللون الأحمر أو الرمادي. أيضا 45% من المرضى بحصل عندهم مشاكل بالحركة، مثل ضعف بالأطراف وعدم التوازن وفقدان التنسيق بين أعضاء الجسم. تقريبا 10% من المرضى بعد 10 سنين من الإصابة بالمرض بيصبح غير قادر على المشي لوحده، وتقريبا 25% من المرضى بعد 15 سنة من المرض بيصبح غير قادر على المشي لوحده. أيضا ممكن يحصل عند بعض المرضى الخدران والتنميل وانعدام الإحساس. أيضا بعض المرضى ممكن يعاني من تشنجات العضلات والألم والإرهاق. أيضا ممكن المريض يعاني من مشاكل عقلية وإدراكية، مثل اضطرابات بالكلام أو فقدان جزئي للذاكرة وضعف القدرة على التركيز. أيضا ممكن يحصل مع المريض مشاكل نفسية، مثل تقلب المزاج والاكتئاب. المريض ممكن يحصل عنده رغبة شديدة بالبكاء أو الضحك. أيضا من الأعراض المميزة لهذا المرض الإحساس بمرور تيار كهربائي على طول الظهر عند تحريك الرقبة، وهي بتسمى بعلامة ليرمت. أيضا ظاهرة أوتهوف، الأعراض اللي ذكرناها بتزيد عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة. تقريبا هاي أشهر أعراض مرض التصلب اللويحي المتعدد، والأعراض بتحصل حسب يعني المنطقة المتضررة بالدماغ أو الحبل الشوكي. و85% من المرضى هاي الأعراض تجيهم على شكل نوبات أو هجمات، مدتها مختلفة من شخص لآخر، وبعد ما تنتهي الهجمة الشخص بيرجع لوضعه الطبيعي. وفي 15% من المرضى الأعراض تتطور بشكل بطيء وما بتكون على شكل هجمات. وبالنسبة لعلاج المرض، ما فيش ليه علاج شافي، لكن هدف العلاج اللي هو منع حصول هجمات أو منع حصول إعاقة. وأشهر الأدوية المستخدمة لعلاج المرض الكورتيزون، بيعمل على تقليل الالتهاب. أيضا دواء الانترفيرون بيمنع تطور المرض. أيضا في أدوية أخرى بتعمل على تثبيط جهاز المناعة وبتقلل من هجمات جهاز المناعة. وبالنسبة لهذه الأدوية تعتبر يعني فوائدها قليلة ولها أثار جانبية متنوعة. فلأجل هذا السبب معظم المرضى يعني ما بأخذوا الأدوية وبيتجهوا للطب البديل، مثل فيتامين دال أو فيتامين بي كومبلكس أو العلاج الطبيعي الفيزيوثيرابي. تقريبا احنا هيك تكلمنا عن معظم المعلومات المتعلقة بتصلب اللويح المتعدد. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات الموجودة بهذا الفيديو. بالنهاية لا تنسوا تعملوا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لنا إياه أسفل الفيديو. نتمنى لكم الصحة والسلامة ويعطيكم العافية.